أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى، برحب بضيوفي الأعزاء فضيلة الحبيب علي الجفري. أهلا وسهلا، حياك الله وبارك فيك. منورنا ومصر منورة بوجود حضرتك. منورة بأهلها الأخيار، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. العالم الكبير الدكتور أسامة السيد الأزهري، المشرف على مكتب رسالة الأزهر. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا، منورنا حضرتك النهارده. فرصة سعيدة أن نلتقي بك وأنت مقل في الظهور جدا. أسعدك الله. أعانك الله على الدور الذي تقوم به. اللهم آمين، اللهم آمين. كان سؤالي على الفيسبوك، هل توافق على وجود هيئة رسمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ حتى الآن 7% بيقولوا نعم، 93% بيقولوا لا. سيدي الحبيب، ما هو مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بمعنى أن مهمة العمل على نشر الخير والبر والمعروف الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله البر حسن الخلق، ومهمة العمل على تصحيح الخطأ الذي يحصل، والمقصود هنا بالخطأ الخطأ المتجاهر به الذي يدعى إليه. هذه مهمة ينبغي أن تكون ذاتية في هذه الأمة، وكل أمة تموت فيها هذه المعاني، تموت فيها قابلية تغيير الخطأ والرغبة في نشر الخير، فهي أمة إلى تسير أو تأخذ خطاها إلى الموت، يعني تسارع نحو الموت. لكن المشكلة لا تكمن في مفهوم الأمر المعروف والنهي عن المنكر في ذاته، لأنه إذا فهم لا يوجد أحد يمكن أن يرفضه. المشكلة في آليات التطبيق التي يتصرف بها البعض، والمشكلة في عدم فهم هذا المفهوم. بمعنى أضرب مثالا ليكون أقرب إلى الأذهان، الاحتباس الحراري هذا منكر، وأسبابه التي تؤدي إليه هي منكر. نعم. مطلوب من المجتمع الدولي، من البشر، من المجتمع الإنساني أن يكون لهم دور في معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري. سرقة أموال الفقراء واستغلالها ليزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا. نعم. العمل على مكافحة هذا الأمر هو نوع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا المفهوم الحقيقي للأمر المعروف والنهي عن المنكر له ضوابط، له آداب، له شروط. منه ما هو أمر بمعروف عام، مهمة كل إنسان في الأرض، كل مؤمن يرى أمامه باطل ينبغي أن يفكر كيف يقضي على هذا الباطل أو يزحزح هذا الباطل، ويرى أمامه تقاعس عن الخير يفكر كيف يحث الناس على الخير. هذه صفة عامة ولها ضوابطها. ومنها ما هو اختصاصي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو مختص بالسلطة التشريعية أن تقرر قوانين تمنع الفساد الذي يحصل سواء كان ماليا أو أخلاقيا وتقلل منه. هو هناك ما هو متعلق بالسلطة التنفيذية، مثلا عندكم هنا في مصر أنا أسمع عن شيء اسمه شرطة الآداب. نعم. إن قامت بعملها على وجهه الصحيح بالاحتفاظ بالأخلاق والإخلاص في العمل والالتزام بالقوانين والأمانة في الأداء، هذا نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. هناك أمور متعلقة بالسلطة التنفيذية الأخرى مثل الشرطة التي تقوم به من الأخذ على يد البلطجية يسمونها عندكم، أو السارق أو المؤذي، هذا نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعارضة التي تقف أمام السلطان الجائر وتقول هذا خطأ وهذا لا ينبغي، إن قامت به بإخلاص وبوجه صحيح هذا هو أمر بمعروف والنهي عن المنكر. محو الأمية، العمل على إزاحة الجهل عن الناس، هذا نوع من العمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. الحث على الأخلاق الراقية والارتقاء فيها أمر معروف والنهي عن المنكر. الحث على الخروج من أن تكون بلداننا عالة زراعيا على غيرها فيصبح قرارها بيد غيرها، هذا أمر بمعروف والنهي عن المنكر. الحث على تطوير الصناعة، هذا أمر بمعروف والنهي عن المنكر. طيب دكتور أسامة، في هذا السياق بقى، وإذا كان ممكن مؤسسات الدولة أن تقوم بهذا في إطار منظم، في إطار قانوني، ولديها ضوابط ولديها قوانين يمكن تطبيقها، البعض يتحدث على أنه فرض عين والبعض يراه فرض كفاية. لو رأيناه فرض كفاية فإذن فمؤسسات الدولة إذا قامت بهذا فهي بتقوم به نيابة عن باقي الأفراد، ومن يرى فرض عين يرى أن كل مسلم عليه أن يقوم بذلك، وده حيدخلنا فيما يحدث.
تفضل سيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هدى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيمة من القيم القرآنية الجليلة التي تتحقق بها مقاصد الشرع الشريف، والتي تنعكس على المجتمع وعلى حياة الناس رحمة وراحة، والتي تؤدي إلى ضبط إيقاع العمل والمؤسسات في أمة الإسلام وفي سائر الأمم. وجرت عادة الأمة المحمدية في تعاملها مع القرآن الكريم وأوامره على سنة من السنن العجيبة، أن الأمة المحمدية تأخذ كل آية من آيات القرآن الكريم وكل كلمة من كلمات القرآن الكريم وتقوم بتحويلها إلى برنامج عمل وإلى منهج تطبيق وإلى مؤسسات. ونحن عندنا على مدى 1400 سنة من حياة الأمة المحمدية عندنا تجربة بشرية راقية في تطبيق آيات القرآن الكريم وتحويلها إلى برامج عمل. ولا يصح أن نتجاهل التراث والتاريخ والتجربة البشرية العريقة التي عالجت من خلالها الأمة المحمدية كيفية القيام بأوامر الله تعالى وتحقيق مراده من عباده. فلما نمسك أي آية من آيات القرآن الكريم نجد نفتش كيف قامت الأمة المحمدية بتحويلها إلى مؤسسة، إلى برنامج عمل، فنجد مثلا أن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى آخر آية الدين التي تنظم وترتب إجراءات المداينات والحقوق المالية، نجد أنها تحولت عندنا الآن إلى مؤسسة معروفة مشهورة اسمها الشهر العقاري. نعم. المؤسسة المسؤولة عن التوثيق وعن الشهادة وعن كتابة حقوق العباد. قد لا يخطر على بال أحد أن مؤسسة الشهر العقاري التي نعبر أمامها في الطريق كل يوم في الذهاب والإياب أنها هي التطبيق العملي لآية الدين من سورة البقرة. نعم. لما نقرأ قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ونبحر في هذا التاريخ العريق الممتلئ بالعلوم والآداب والحضارة لأمة الإسلام التي قامت بالتعايش والتطبيق والامتثال لأمر الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونأخذ واحدا من فقهاء المؤسسات في تاريخ الإسلام وهو الإمام الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية وابن القيم في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تجد أنه بدأ يحدد المجالات والصلاحيات التي إذا ما قمنا بها برز على أرض الواقع تحقيق لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنجد مجال واسع كثير منه تم صبه الآن في مؤسسات قائمة. فمثلا يتكلم الإمام الماوردي عن أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يراقب الأسواق وما يجري فيها من عقود وبيوع ومعاملات ومخاصمات بين الناس، مبعث التموين عندنا، التموين ومفتش التموين التي تقوم بتحقيق أمر الله تعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنه لابد من مراقبة السلع وجودة البضائع والمنتجات ومراقبة إتقان الصناع، وأنه لابد من مراقبة الطرق وإزالة ما يضيق على الناس طريقهم، شرطة المرور، المرافق والمرافق. نعم. وأنه لابد من مراقبة البيوت الآيلة للسقوط والعمل على إزالتها، الأحياء في الحي وفي مركز في المجالس. نعم. الله. إذن كل هذه المشتملات وكل هذه الوظائف من جملة هذه الكلمة العالية الراقية التي تسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن أحيانا يجري اختزال وضيق في المفهوم وفقدان الآداب التي تحتف بهذا الأمر الإلهي وتحيط به. وأضرب لحضرتك مثال في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا اقتضى. الله. يعني أنا عندي بيع
وعندي شراء، يعني أسواق ومعاملات مالية وبورصة ومتاجر، وعندي سمحا إذا اقتضى، يعني المؤسسة القضائية. نعم. فكان صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي جاء للبشر أجمعين بالنموذج الأخلاقي الأكمل الرحيم الهادي إلى الله، جاء ليعلمنا أن عملية البيع والشراء وإدارة الأسواق وأن المؤسسة القضائية إذا انتزعت منها القيمة الأخلاقية صارت مجحفة وفي غاية من المادية والشكلية والحرفية، إذا بعدت عنها السماحة يعني. بالضبط، التي يفسرها ابن الجوزي في كتاب كشف المشكل، يقول سمحا أي سهلا، يعني لطيف التعامل. نعم. إذا أمرني حتى وهو يقاضي، إذا لجأت إلى القضاء حتى وهو في البيع والشراء. نعم. حتى وهو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولها مثال في صحيح في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، وهي قصة طريفة في الحقيقة. يقول بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، وإحنا دلوقتي واقفين نصلي، فقلت له يرحمك الله، ده أثناء الصلاة. قال فرماني القوم بأبصارهم، يعني بصوا لي كده بحدة شوية أثناء الصلاة، أنت إيه اللي بتعمله؟ هو في حد بيتكلم في الصلاة؟ قال فقلت واثكل أمياه، يعني ينهار أبيض، يعني عبارة في هذا يا خراب بيتي يا خراب. واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، أنتوا بتبصوا لي ليه النظرة؟ كل ده في الصلاة؟ ده في أثناء الصلاة. شوف سيدنا النبي، شوف مدى المنكر أهو. ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعل القوم يضربون بأيديهم على أفخاذهم في الصلاة. اسكت. قال فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني، يعني ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، اللهم صل عليه، وقال إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. شوف التعليم، شوف سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا أمر بالمعروف، سمحا إذا نهى عن المنكر، سمحا إذا كان مفتش تموين، سمحا إذا كان شرطة المرافق، سمحا إذا كان وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فيحافظ على الأسعار ويحافظ على السلع ويمنع الناس من الغلاء ويمنع الناس من الـ من الـ من الـ من فساد المعاملات والعقود والبيع الذي تنادي به الثورة الآن، من وجود عدالة اجتماعية، من وجود مؤسسات قائمة بالرقابة على المؤسسات العاملة تحفظ حقوق الإنسان، حتى كان في المطالب التي كتبت تطالب الرئيس الجديد ببرامج عمل، من أطرف المطالب التي قرأتها مطالبة الرئيس الجديد بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان يكون لها مندوبون في الشارع والأسواق يمنعون السائقين من العنف مع الناس، يمنعون الباعة من إساءة التعامل مع الناس، هذا كله داخل في دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الإمام النووي في التعليق على هذا الحديث، حديث فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، يقول الإمام النووي في هذا الحديث بيان الخلق العظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد الله تعالى له به، وفيه رفقه بالجاهل، وفيه رأفته بأمته وشفقته عليهم، وفي هذا الحديث التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه. نعم. إذا انتقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو قيمة قرآنية جليلة، وأنا أخشى أن تظلم وأن تمتهن في سياق التطبيق الخاطئ لهذه القيمة القرآنية فتصور للناس على أنها شيء بشع يقهر الحريات ويؤدي إلى القتل وإسالة الدماء واللغط والاضطراب. يا جماعة الخير، عليكم السكينة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعار وقيمة قرآنية عظيمة سرت
في تاريخ الأمة إلى عدد من المؤسسات القائمة، إن كان في هذه المؤسسات شيء من الفساد يتم تطهيرها وإعادة هيكلة هذه المؤسسات، وإذا ما قامت وعملت فإننا بهذا نكون قد قام المجتمع بأكمله ومن خلال مؤسساته بتقاسم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك ما يذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة والإمام أبو عمر ابن عبد البر الحافظ الكبير في كتاب الاستيعاب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة جعل سعيد بن العاص عاملا استعمله على سوق مكة، واستعمل عمر بن الخطاب على سوق المدينة. يعني إيه استعمله على السوق؟ جعله يعني رقيبا، رقيب يعني ما تقوم به عدة مؤسسات قائمة في الدولة، لكن لا يخطر لأحد على بال أن هذه المؤسسة القائمة هي التطبيق المباشر لهذه الآية القرآنية الجليلة. دي كانت معاني ولمحات حول قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب سيدنا الدكتور أسامة خلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزء من مؤسسات الدولة المختلفة بمسميات مختلفة، بما فيها المجتمع المدني الذي يراقب، منظمات حقوق الإنسان، جمعيات حماية المستهلك، حاجات كتير من هذا النوع. لكن البعض يخلط ويرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفسير من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا أعطى الحق والمشروعية للكثير أن يطبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنفسه، ويقول أنه فرض عين ومن حق كل مسلم أن يطبق ما أمر الله به. كيف أفهم هذا الخلط ما بين وضع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار مؤسسي قانوني يطبق ما أمر الله به سبحانه وتعالى؟ هناك نوعان من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نوع لا ينبغي إلا أن يكون بتكليف من الدولة بالسلطة أو مؤسسات المجتمع المدني، لأنه ينبغي أن يقنن بقوانين ترتبط بصلاحيات الذي يقوم بهذا الفعل. وهناك نوع آخر ينبغي أن يكون في ثقافة كل إنسان، لكن للتدني الثقافي هناك شيء ربما سمعتني مرارا أكرره وأسميه الأمية الدينية. نحن نعيش أمية دينية ابتداء بالإنسان البسيط الذي لا يقرأ ولا يكتب وانتهاء بمثقفينا. الأمية الدينية تجعل الكثير من التصرفات قائمة على غير هدي. هناك شيء ينبغي أن يكون جزء من الثقافة، وهو أن كل فرد ينبغي أن يكون رقيبا على ما يحيط به، على استقرار الأمر الذي يحيط به. فمثلا لو رأى إنسانا موظفا يسرق لا يقول هذا ليس من عملي. عليه واجبان في مثل هذه الحالة، واجب نصحي إرشادي، يعني يحاول من خلاله أن يقنع الذي يرتكب الخطأ بأن يترك فعل الخطأ بالموعظة الحسنة، بالتذكير بالآخرة، بالترغيب، بالترهيب، بإفهامه أن هذا يضر الجميع ويضر أولاده. فإن استجاب به فنعمه، إليه فنعمه، إن لم يستجب له الجانب المتعلق بالإلزام ليس من مهمته. هنا يعود إلى المؤسسة المعنية بمثل هذا الأمر. إذا حصل التجاوز هنا ندرك أن هناك خلل في فهم مهمة الفرد من عامة الناس في أداء أمر معروف والنهي عن المنكر. حصلت قصة طريفة لأحد المحدثين اسمه عبد الله بن محمد بن عائشة. هذا المحدث خرج مع بعض من أصحابه وطلابه في الليل، رجعوا من مكان كانوا فيه، عند مرورهم بالطريق شاهدوا رجلا سكرانا مخمورا وبدنه قوي وقد انتزع امرأة من الشارع ويريد أن يعني يأخذها له، يعني يرتكب أو يغتصبها أو شيء من ذلك يؤذيها. والناس صاحت المرأة فالتف عليه الناس وأخذوا يضربونه ضربا شديدا، فنظر إليه فعرف أنه من أبناء وناس أخيار، فقال دعوه اتركوه. فلما تركوه توقفوا عن ضربه، أشار إلى هذا السكران قال له إلي تعال. قال فلما جاء ضمه إليه، احتضنه، عانقه، عانق من؟ السكران الذي كان يضرب لأنه ارتكب جريمة وهي محاولة اغتصاب امرأة بريئة في الطريق في الشارع. ضمه إليه وسحبه بيده إلى بيته وقال لأحد من في البيت خذوا يعني في مكان يرتاح فيه، فإذا أفاق أخبره بما حصل ولا تجعله يذهب حتى يأتي إليه. فلما أفاق هذا الشاب قال أين أنا؟ فقال له أنت ضربت، حاولت اغتصاب امرأة وضربوك، كنت سكران، والذي يعني حماك وجاء بك أنت الآن في بيت المحدث عبد الله بن محمد بن عائشة، هذا محدث كبير. فاستحى قال واسوأتا، يعني خجل أن أقابله ويعرفه من نفس الحي.
فقال أمرنا ألا تمشي ألا تذهب حتى تقابله. فلما قابله قال استحييت من مقابلتي؟ قال نعم، وكان منكس الرأس. قال أفلا تستحي من مقابلات الله عز وجل؟ إذا سألك عن مثل هذا الفعل، أما تعرف أنك ابن فلان وفلان وفلان يا ابن أخي؟ يعني يا ابني، أنت ما تعرفش أنت ابن مين بالعامية، أما تعرف أنك ابن من أنت؟ فتأثر وبكى، قال عاهد الله عز وجل على ألا أشرب الخمر بعدها أبدا. يقول الراوي فكان هذا الشاب بعد ذلك تلميذا يكتب الحديث عن هذا الإمام. انظر إلى التحول الذي حصل. القصة ليست فقط أن تمنع الجريمة، القصة أن تخرج حب الجريمة أو الضعف أمام الجريمة من قلب من يرتكبها. هذا هو النهي عن المنكر، تغيير المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره. تغيير المنكر هو معنى أعمق من النهي عن المنكر، هو معنى إقناع مرتكب المنكر ألا يستمر في ارتكاب المنكر. ثم قال هذا المحدث كلمة كتبتها هنا حتى أقرأها عليك، بسيطة في سطرين. تفضل. هذه الكلمة كلمة مهمة للغاية، ينبغي أن نحرص عليها ونجعلها منهاجا. يقول رحمه الله إن الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيكون معروفهم منكرا. إزاي؟ كنت ضربته الضرب فقط دون يعني الفعل الذي فعلتموه به، هذا لن يجعله يقلع عن هذا الأمر. نعم. يقول الإمام الغزالي هناك ثلاثة صفات ينبغي أن يتحلى بها من يريد أن يقدم على أي أمر بمعروف ونهي عن منكر، بدونها لا يكون فعله صحيحا. الصفة الأولى العلم، فيكون عالما بما ينهى عنه. نعم. قد ينهى عن شيء مختلف فيه أصلا. نعم. يعني قد ينهى عن شيء لا يجوز له أن ينهى عنه لأنه افترض افتراضات. يعني مثلا عندنا في العلم الشرعي يقول أن الأصل في الإنسان البراءة والصحة، ليس الأصل أن الإنسان متهم. ترى شاب وبجانبه شابة يمشيان، ليس الأصل أنهما على خطيئة، الأصل أنها أخته أو زوجته، أو يعني ليس الأخذ بالمظنة من صلاحيات من يريد أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني مش من حقه يروح يفتش ويقول له مين دي تماما، وتبقى لك إيه وتبقى لها إيه. تماما، ليس من حقه أبدا ما لم يرى فعلا فاضحا حقيقيا، وهذا له أسلوبه في النهي. نعم، ده هنعود إليه. أي لكن أولا العلم، يعلم بالشيء الذي سينهى عنه. قال الشرط الثاني الورع، فلا يكون في فعل هذا يبحث عن جاه أو وجاهة أو استعراض عضلات أو شعور بنخوة أو نشوة أن قد أصبحت لي قوة بسبب من الأسباب. لا، الورع أن يعملها لوجه الله تعالى. الثالثة يقول الإمام الغزالي حسن الخلق، ثم قال عبارة عجيبة، قال والأصل في ذلك كله حسن الخلق، وبدون حسن الخلق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال لا ينفع العلم ولا ينفع الورع. ويقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أيضا له عبارة يعني رائقة في هذا الأمر استحبتها معي، يقول الصبر، أداب المحتسب يعني الذي يأمر بمعروف ونهي عن المنكر، يقول الصبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لزم أحد أمرين. يعني النتيجة بتكون واحد من اثنين، إذا ما استخدم الإنسان الصبر، واحتمال أنت جيت نصحته وقال لك أنت مالك، تقول له هذا ما يصحش، أنت مال أهلك يشتم ويسب. قال الصبر واحتمال الأذى عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول إذا لم يحصل ذلك النتيجة ماذا ستكون؟ أحد أمرين. يقول أحد أمرين، إما تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تصل الناس إلى الدرجة إيش الكلام هذا الفارغ، أوقفوه، لا نريد شيء اسمه أمر معروف والنهي عن المنكر، وهذا ما بدأ الناس يصلون إليه. قال أو يقول أو مثل أو يقول ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو حصول مفسدة يعني منكر أكبر من المنكر الذي كان يريد أن ينهى عنه. نعم. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء رجل من البادية من الأعراب، ما يعرف الآداب ولا لا، دخلوا النبي في المسجد والصحابة والمسجد تراب، يعني حصر، أراد أن يتبول أكرمكم الله، فقام يبول في طرف من المسجد. فتخيل أن ترى إنسان يبول في المسجد في بيت الله، ماذا ستفعل به؟ يعني اليوم لو دخل إنسان المسجد أراد أن يبول، حيطلع تاني. الصحابة غضبوا، إيش اللي يبول في المسجد؟ فضجوا، أرادوا أن ينهروه. فقال النبي كلمة ينبغي أن تدرس وتعلم، مه لا تزرم الرجل بولته. شوف الرجل يلطخ بيت الله، النبي يفكر أولا في صحته، يقول أنكم إذا أخفتموه ربما يأتي حصر البول، حصر البول مرض يضر بالإنسان. طيب هو أضر بالمسجد؟ لا، الإنسان قبل المسجد. المصلحة هنا المصلحة الإنسانية، قيمة الإنسان قبل المسجد. نعم. ولهذا يقول شيخنا الإمام العلامة الشيخ علي جمعة مفتي مصر له كلمة جميلة، يقول الإنسان قبل البنيان والساجد قبل المساجد.
نعم. الإنسان قبل البنيان، النبي آخى بين المهاجرين والأنصار قبل البيوت وقبل أي شيء آخر، الساجد قبل المساجد، الإنسان الذي جاء وبال في المسجد الذي ارتكب المنكر سلامته أولوية عندنا مقدمة على نهي المنكر الذي يرتكبه. فقال لا تزرموا الرجل بولته، لا هتخضوه فهيحبس البولة. فتركه النبي والصحابة مغتاظين، إيش اللي نتركه إلى أن يخلص ينتهي من بول في المسجد عشان خاطر صحته يعني. فلما فرغ الرجل من بولته أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أخ العرب، إن هذه المساجد بيوت الله عز وجل، بنيت للعبادة للصلاة والذكر والعبادة، ولم تبنى لمثل هذا الأمر الأسلوب. طيب بعد الخضة الأسلوب الشديد والأسلوب اللطيف ماذا قال العربي؟ قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. يعني دول اللي قاموا يشتمون لزعقوا دول لا لا دول لا. فقال النبي لقد حجرت واسعا يا أخ العرب، هذه هذا منهج، هذه قاعدة. إذن الحفاظ على صحة الإنسان وحماية الإنسان مقدمة على نوع النهي عن المنكر الذي سيفعله. فبدون هذه الثلاثة الأشياء، العلم والورع وحسن الخلق، ليه العلم اتخذ بس في النهي عن المنكر ما اتخذش في الأمر بالمعروف؟ رغم أن الأمر بالمعروف أيضا يحتاج إلى العلم، ولكن في التفسير ربطت بالنهي. نعم. وليست بالأمر. ومثلها أيضا في كثير من كلام الناس ربط قدموا الناس الترهيب أكثر من الترغيب. نعم. يعني نجد كلام عن عذاب القبر لا نسمع كلاما عن نعيم القبر. نعم. لا، هذا لا ينبغي أن يكون هو الأصل. وأما عند أهل العلم ليس هو الأصل، عند أهل العلم عندهم أبواب في الأمر بالمعروف، أبواب في النهي عن المنكر. بل الآية القرآنية التي تلاها فضيلة الشيخ أسامة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، هذا أول شيء. نعلم الناس ما هو الخير قبل أن نغضب منهم إذا فعلوا الشر. نعم. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما معنى هذا الكلام؟ يدعون إلى الخير، توعية، حث. نعم. على الخير، بعدين آمر بالمعروف الذي وعاه الناس، ثم نهي عن المنكر. فالقفز على النهي عن المنكر قبل الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف هذا مخالف للسياق القرآني أكثر. نعم. من هذا قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، أهو برضو الترتيب، مش النهي أول، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ماذا بعدها؟ وتؤمنون بالله. وتؤمنون بالله، هنا ملمح ينبغي أن نتنبه له. كل من توهم أنه يأمر بمعروف وينهى عن المنكر ثم تكون نتيجة أفعاله ابتعاد الناس عن حب الدين والإيمان بالله، معنى هذا أنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فالثمرة الحقيقية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام بشكل صحيح ازدياد الإيمان في قلوب الناس. الله. طيب أنا هطلع فاصل، بس أنا عارف السادة المشاهدين مشغولين بإيه. هو معنى الكلام ده حتى لو عالم ولديه علم من حقه انه يمشي في الشارع يقول لي دي انت لابسه كده ليه وكده ما تلبسيش كده، ويقف يكلمها في الشارع وينصحها، ويمشي يفتش في اللي قاعدين واللي قاعدين على الكورنيش، وانت معاك بطاقه وانت خطيبته وما ينفعش تقعدي معاه كده؟ حدود ده ايه؟ ده مسموح بيه في الدين؟ الدين بتاعنا في مجتمع في مؤسسات، هل هذا صحيح؟ بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، واصل حواري مع ضيفي العزيزين حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضيله الداعي الاسلامي المعروف وضيفنا العزيز الحبيب علي الجفري، والعالم الازهري الجليل دكتور اسامه السيد. ونحن نتحدث عن الازهر الشريف، هذا الشاب صغير السن كبير القيمه والعلم، يقدم نموذجا لعلماء الازهر. ناس كتير تقول لك الازهر اصل نضب، الأزهر ما عادش في حد الجيل، لا، لدينا علماء أجلاء في الأزهر الشريف وشباب يشرحوا القلب بالبلدي. دكتور أسامة، يعني لو سيبنا المسألة ومن يرى في نفسه العلم، ونحن في مراحل كل واحد شايف نفسه عالم دين، وطالما أطلق لحياته أو ارتدى جلبابا أصبح عالم دين، والناس بتتعامل معاه على هذا وتروح تقول له يا شيخ ويا مولانا وبيعمل كل حاجة في الدنيا، فما بالنا لما شوف هذا الشيخ ماشي في الشارع. هل كل واحد شايف في نفسه العلم، ولا شيخه قال له انت راجل بركة وبقيت راجل كويس او عالي، منزل الشارع بقى امر بالمعروف وما تخليش العيال اللي ماشية تتمرقع في الشارع دي ما تخليهاش تمشي، وما تسيبش العيال يعملوا الفسق اللي كانوا عاملينه زمان، ده من حق الناس؟
طيب، هو المسألة دي متعلقة بثلاث أربع قضايا بتتداخل وتشتبك مع بعض. أولا، منظومة الأخلاق الموجودة في المجتمع لابد لها في البداية من صناعة وإنشاء وترسيخ للقيم وتعليم، وصناعة القيم في نفوس الناس وشيوع منظومة القيم والأخلاق الضابطة للمجتمع دي من المستحيل أن نحاسب عليها قبل أن نبدأ ببنائها، وبناؤها عن طريق خمس مؤسسات بتجتمع وتتضافر وتعمل وتتعاون معا على بناء وترسيخ مجموعة من القيم والأخلاقيات التي إذا حافظ عليها الناس صار هذا معروفا، وإذا ما تخلوا عنها صار هذا منكرا. فده موضوع طويل الأمد، يعني قبل الانتقال المباشر إلى النهي المعين عن معروف عن منكر معين والأمر المعين بمعروف معين، لابد من خلفية واسعة من بناء منظومة من القيم والأخلاقيات في المجتمع. في خمس مؤسسات تبني الإنسان، وهي البيت، المدرسة بكل صورها، الشارع، التعليم، الإعلام، المسجد بكل صور المؤسسة الدينية. المؤسسات الخمسة هي التي تصنع الإنسان وتصنع منظومة قيمه. خذ منها الشارع مثلا، أحد المؤسسات الخمسة التي تصنع قيم الإنسان. على سبيل المثال، بيمشي في الشارع، بيتعامل مع باعة، مع سائقين، مع رفاق، مع مشترين، مع ناس ماشية في الشارع، بيشعر أنه في شيء من التدافع، في شيء من المزاحمة. إما أن هذا الشارع يستخرج أسوأ ما في الناس من القيم، ويبدأ الإنسان يعود نفسه أنه إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، أو أن تنتشر في الشارع منظومة من القيم التي تحترم إشارة المرور، التي تحترم مساحة مرور الإنسان في أرض الشارع، التي تحترم قيم البيع والشراء، فيستقر بين الناس العرف أو المعروف. حتى بدأ صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الناس بمجموعة من القيم لابد من مراعاتها في الشارع، في الحديث المشهور إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد، مجالسنا نتكلم فيها. قال فإن أبيتم إلا الجلوس على الطرقات فأعطوا الطريق حقها. اللي حضرتك بتسأل عنه إنه أنا ماشي في الشارع بشوف شيء معين أكرهه، طيب إزاي أتعامل معاه؟ فبدأ صلى الله عليه وسلم يرسخ مجموعة ومنظومة من القيم. فقالوا فما حق الطريق؟ فأمر في صحيح مسلم بثلاث قيم، لكن الحافظ ابن حجر لما بدأ يجمع ويرصد ما أمر به صلى الله عليه وسلم من حقوق الطريق في الأحاديث المتفرقة وصل إلى 13 قيمة، وجمعها 13 قيمة وجمعها في أبيات من الشعر. يقول جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا صلى الله عليه وسلم. أفشي السلامة، أهو معروف، أهو عرف بين الناس. أفشي السلامة وأحسن في الكلام، كن لبقا صاحب ذوق عالي، لا يصدر من لسانك الفحش ولا العيب، لا تصدر منك الإساءة ولا الشتيمة ولا الشجار ولا الصياح ولا. أفشي السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد. شمت عاطسا يعني اللي يطس تقول له يرحمكم، تقول له يرحمكم الله. نعم. فتبدأ تشيع بين الناس روح المودة، التواصل، الرحمة. مش أنا قاعد في الميكروباص أو في العربية أو في المواصلات أو في المتجر أشعر أن بيننا شيء من الشحناء والبغضاء والروح المشحونة بين الناس. يرحمكم الله، يغفر الله لي ولكم. على فكرة ليست كلمة تقال من اللسان، دي روح، شعور، نفس نبوي هادي، روح عامة ينبغي أن تشيع بين الناس. شوف حضرتك منظومة القيم التي إذا استقرت في الشارع سمي هذا معروفا ونتواصى به. أفش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا. في الحمل عاون، أنا ماشي في الشارع ولقيت واحد عنده شيلة كبيرة من ومش قادر يرفعها على كتفه، شنطتين اروح اشيل شنطة، الاقي الناس كلها ماشية ومش بتعبره وهو عمال يتعتع الشيلة ومش مفيش فايدة، اهو من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول لهم يا جماعة ساعدوا الراجل، خليكم معاه، شيلوا معاه البتاعة دي. ده صورة من صور الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الحمل عاون،
ومظلوما أعن. رجل أمامك تعرض لمظلمة ووقع عليه ظلم شديد، نرفع الظلم عنه ونتدخل في الصلح والتوفيق بينه وبين رئيسه في العمل أو الشخص اللي بيشغله. فتاة تعرضت لتحرش، ما نتفرج عليها تغتصب والناس لا تساعدها ولا تقف معها، رفع المظلمة عنها. فلا بد، صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث له فانا. شخص ملهوف فلازم أهو، ده أمر يستجير بك. في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث له فانا، اهدي سبيلا. جاي يسألني والنبي العنوان ده أروح له إزاي، أمشي إزاي عشان أوصل العنوان؟ إحنا دلوقتي بدأنا نضلله، نقول له امشي هنا وادخل أول يمين وامشي كام شارع وادخل شمال، وأنا مش عارف ده هيوصله لفين. نعم. بخلاف القيم التي كانت سائدة ومستقرة في الزمن الجميل في جيل السبعينات والثمانينات وجيل أبائنا وأجدادنا، وإحنا عشنا الفترة دي وأدركناها، بس ربما بدأ يحصل خلل في منظومة قيم الإنسان المصري في السنوات الأخيرة، وبدأ يرصد جلال أمين في كتاب ماذا حدث للمصريين في 50 عاما الأخيرة، وبدأت ترصد عز عزت في كتاب سر التحولات في الشخصية المصرية. باب طويل من الكلام يا جماعة علشان نبقى مسكين مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونعيد بناء الناس على هذه القيم النبوية الهادية. غاثة اللهفان. في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث لهفان، اهدي سبيلا واهدي حيرانا. بالعرف مر وانهى عن نكر، وكف أذى وغض طرفا، وأكثر ذكر مولانا جل جلال الله. شوف حضرتك ال 13 أدب التي إذا يعني لا يختزل مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشجار والنزاع والصياح والشحناء والبغضاء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفهوم واسع. قبل أن ننتقل إلى أن أقول له افعل ولا تفعل، لابد من إعادة إنشاء الوسط والمحيط الأخلاقي المجتمعي الذي يفرز بين الناس منظومة مستقرة من القيم لا تحوجني إلى كثير كلام وشجار حتى آمر وأنهى. دي كلها خلفيات ومقدمات لابد من ان احنا نبدأ من النهاردة نشتغل عليها، وصدقني هي اشبه ما تكون بصناعة ثقيلة، اشبه بصناعة الحديد والصلب، ان نعيد المؤسسات التي تصنع شخصية الانسان في المجتمع على ان يكون شخص خلوق رفيع الخلق صاحب ذوق مستصحب لقضية الخلق في تعامله، يحترم القانون، لا يبني على الأراضي الزراعية وده منكر من المنكرات لا يفكر أحد في النهي عنه، لا يعلي البناء بالمخالفة والمبنى يحتمل 4 طوابق يبني 8 وهذا منكر لابد من النهي عنه، ما يقطعش الطريق ويحط عربيته فيه ويقف يبيع، الجور على الطريق. والحافظ السيوطي في القرن العاشر كان ألف مؤلف صغير قوي لكنه يمثل سبقا في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، يقول كتاب اسمه الجهر بمنع البروز على النهر. عجيب. يعني التخطي إلى 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 الحرم إلى حمى نهر النيل، والحافظ السيوطي كان يسكن هنا في المنيل في القاهرة، التخطي على النيل والردم في مياه النيل وبناء بيوت على حرم النيل من غير وجود حرم يسمح للناس جميعا أن تنتفع بهذا المرفق الجليل الخالد، ده منكر من المنكرات. إذن يا جماعة، أولا لابد من أن نرجع بالناس إلى إعادة بناء منظومة القيم والأخلاق، وإلى أن تبنى هذه المنظومة من القيم والأخلاق لابد من الرفق، ولا بد من أن يعلم الجاهل برفق، ولا بد من أن أفترض في الإنسان أنه راغب في التعلم وحريص على معرفة الخير والهدى وأنه سيستجيب، وأن أجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحما موصولة بيني وبين الناس، وتفهيم وتقريب إلى الله، وأن أحبب الله إلى خلقه، فإن وجدت منه صدودا أزيد في الترفق حتى يرى في سلوكي وأخلاقي في أمره ونهيه ما ينبغي أن يلحظه الناس في أخلاقيات القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها قبل أن تكون كلمة قال هي سلوك حميد يراه الناس فيقولون هذه محاسن الشريعة التي نسمع عنها. وكان الإمام شيخ الإسلام التقي السبكي في الفتاوى يقول صلح الحديبية أفاد المسلمين بما لم تفيده لا غزوة بدر ولا غزوة أحد ولا غزوة الخندق ولا سائر الغزوات. ليه؟ قال لأنها أتاحت لغير أهل الإسلام أن يخالطوا المسلمين في مجتمعهم فيروا في سلوكهم محاسن الشريعة. هذا الذي ينبغي أن يراه الناس
في المجتمع ويحبب الناس في هذه القيمة، لا أن تتحول إلى شجار وإلى نزاع. طيب، هي هذا الكلام الطيب كلام حلو كويس وجميل، لما هنيجي نطبقه على أرض الواقع أخشى من إن حد ياخده ويقول لك ما أنا كنت رايح أكلمه باللين وبالمودة والمحبة، تطاول علي وسب الدين. قبل ما أرجع وناقش ده وأسمع من سيد الحبيب علي جفري معنا بعض التلفونات، أستاذة منى من القاهرة، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. الأول أحب يعني أحيي وأشكر الشيخين الجليلين مع حضرتك. بارك الله فيك. وكنت عايزة أسألهم سؤالين. طبعا عايز اقول للحبيب علي الجفري انا من الناس اللي بتحترم جدا اراءه وكلامه ومعلوماته بطريقه غريبه، لان انا الله يرحمه الشيخ الشعراوي كان اخر واحد انا كان ممكن اسمع له بصراحه. ودلوقتي ما فيش اي حد خالص، فانا بحترم جدا الشيخ علي الحبيب الجفري وبحترم جدا الشيخ اسامه اللي مع حضرتك، لان هو قال كلام انا ما كنتش متوقع ان ممكن اسمعه من دول خالص يعني. بس في سؤال للازهر، يعني بحكم ان هو من الازهر، هو طب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليه بيتم في الشارع بايد الاخوان والسلفيين بطريقه غلط وكلنا عارفين انها غلط؟ انا مش واحده، معلش انا مش متدينه بالدرجه وزي وبرضه جهله الدين. هو لغايه دلوقتي ما نقدرش نتهم ونقول انهم الاخوان او السلفيين. انا بس يعني ممكن اتكلم، انا مش بتهم حد. انا فاهم، اتفضلي، انا بس بوضح، اتفضلي. بس دول الاغلبيه دلوقتي بعد الثوره هم دول اللي ظهروا وطفحوا في الشارع بمعنى اصح. نعم. كنت عايزه اسال يعني هم الازهر هو يعني المرجعيه لينا احنا كمصريين ومسلمين في مصر، وده هو اللي احنا بنشوفه بس يعني، ومش هقبل اي حد تاني يتكلم باسم الدين غير الازهر او الناس اللي هم الجليله زي الشيخ علي الجفري اللي بيفهموا. ف يعني المفروض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون دي دور الازهر بعد طبعا الاحداث اللي بتحصل في الشارع، الازهر يكون دي دور ايجابي في الشارع مش بس الاخوان والكلام ده. وتاني حاجه عندي سؤال بس، لان ده مهم جدا دايما بساله دلوقتي، يعني انا مش حفيظه احاديث ربنا يسامحني، بس في اذكر ان كان في حديث سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيذكر فيه تعدد اسماء المسلمين ل 67 او 76 شعبه. فاحنا دلوقتي في اوريدي الشعبات دي، في سلفي وفي شيعي وفي دلوقتي اخواني وفي حاجات ثانيه، ليه الازهر طيب ان حاجه زي كده تحصل وسط المصريين؟ دي دول ناس بتسبب الفتنه، دي حاجه بتسبب الفتنه، ولا انا على غلط؟ يعني ذكر ان في حديث بيقول كده، ذكر في حديث النبوي قال كده، ليه دلوقتي احنا ساكتين على المسميات دي وسط المسلمين؟ كلنا مسلمين، ليه سلفي وليه اخوانجي وليه الكلام ده كله؟ انا دلوقتي مسلمه، لا انا سلفيه ولا اخوانجيه، وفي نفس الوقت بقيت خايفه، مش خايفه منهم، لا انا خايفه ان انا اكون غلط بيني وبين ربنا، خايفه ان انا اكون على غلط، خايفه ان انا اخش النار وهم اللي يكونوا صح وبيكرهوني في عيشتي، ومش هي دي الدنيا اللي احنا عايشينها وتربينا بيها، يعني بجد انا خايفه من ربنا يكون انا اللي غلط، وبعد ان انا اتربيت كويس وفي قلبي حاجات كويسه لربنا، ومش لازم انا في قصد، انا مش هقول في الشارع انا كويس، انا بحب ربنا، انا بحب ديني، مش شرط اكون فاهمه ديني كله، لان ما لقيتش اللي فاهمني ديني كله صح. سوري انا اسفه، بس انا خايفه من فكره ان في مسميات في مصر، ودلوقتي انا لسه سامعه ان في دلوقتي مدرسه بتدرس الشيعه، دلوقتي لسه سامعه يعني في اعلان حضرتكم كنتوا قايدين، يعني كل المسميات دي في بلد واحده، احنا ما تعودناش على كده، لازم الازهر يكون ليه ايد في الموضوع دوت. الاول كان ساكت عشان كان في نظام مش كويس هو اللي كان حاكم كل حاجه، دلوقتي لا، الازهر بس هو اللي موجود، الازهر بس هو اللي موجود، مش عايزين فكر وهابي ولا اي افكار ثانيه، لازم الازهر بس. وصلت ليه الاسماء دي موجوده لغايه دلوقتي؟ وصل استاذه منى، بشكر جدا. ام جودي من السويس، اهلا وسهلا. ام جيجي اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. طيب ناخد الاستاذ عبد النبي من القاهره، اهلا استاذ عبد النبي. استاذ عبد النبي، السلام عليكم. يا خير. وعليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ عبد النبي، اتفضل يا فندم. وايه الجمال والحلاوه اللي بنشوفها دي، يا ريت كل الاعلام يتعلم من حضرتك. العفو، ربنا يكرمك. طيبه اللي تعلمنا ديننا وتعلمنا اخلاقنا. ربنا يخليك، اتفضل يا استاذ عبد النبي. الاستاذ علي الجعفري، بسم الله ما شاء الله، ربنا يكرمك. اخوك علي الجفري، بارك الله فيك. الدين بتاعنا دين رحمه ودين معامله، واول مره في تاريخ حياتي اسمع الكلام الجميل ده واعرف يعني ايه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله. هل لديك اي استفسار يا استاذ عبد النبي؟ الناس الطيبه اللي ما عندهاش تشدد ولا عندها اي، لا والله استاذ خير، انا قصدت اشكر احنا بنشكرك النبي. جدا على اللي صحه جوانا روحانيه، مش هنعرف ننام النهارده بسببك ان شاء الله. ربنا يكرمك ويخليك. معايا مين يا جماعه؟
الأستاذة عزيزة من القاهرة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أستاذة عزيزة. تفضلي. أيوة ألو. تفضلي أنا معاك، تفضلي. أنا عايز أقول بس يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن ديننا دين الإسلام يعني رحمة، يعني إزاي كل ده بيحصل في المجتمع بتاعنا؟ ليه القتل وليه السرقة وليه كل اللي بيحصل في الدنيا ده؟ أنا مش عارفة ليه. يعني إحنا ربنا قال سبحانه وتعالى إن القتل ده حرام والسرقة حرام وكل حاجة بتحصل في الحاجات الوحشة دي كلها حرام، ليه بيحصل كده؟ طيب أستاذ عزيز أنا بشكرك جدا، ولو سمحتوا السادة المشاهدين اللي بيطلبنا يقفل صوت التلفزيون بس ويسمعنا من التليفون. أستاذ محمد أهلا وسهلا. أستاذ محمد أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، تفضل أستاذ محمد. أيوة مع حضرتك. اتفضل. لو سمحت انا كنت بس عايز اتكلم وعايز اخد فرصه في الوقت الموضوع، بس ما فيه ان انا شاهد عيان على ايه في صوت التلفزيون يا استاذ مح... من ناس مجندين من الجيش ومن امن الدوله. انا كنت شاهد عيان على ناس مجندين من الجيش ومن ومن امن الدوله، وكان الناس دي مخلين ناس بتربي اللحيه وناس بتلبس نقاب وتنزل معانا في المظاهرات عشان تسيء للجماعات الإسلامية. أستاذ محمد رحت قدمت بلاغ؟ أنا واحد من الناس اللي اصطبت في موقعة الجمل. قدمت بلاغ باللي انت شفتهم بيخلوهم يربوا دقونهم يعني انت متابع الموقف، قدمت بلاغ ضدهم؟ أولا أنا من الناس اللي عندي كسور جامدة جدا من موقعة الجمل، وعندي كسور جامدة جدا في جسمي من احداث العباسيه الاخيره، وانا شاهد عيان على ناس جت خدتني من البيت من امن الدوله ورحت مقر امن الدوله وشفت ناس بالفعل ملتحيه وهي اللي بتعمل الحاجات دي وهي اللي بتثير الفتنه وسط الناس دي حاجه. طيب شكرا يا استاذ محمد، يعني انا مش عايز برضو ان الكلام مرسل غير قائم على اي شيء غير ان انا شفت وسمعت لما رحت امن الدوله. اللي عنده حاجه واعتقد ان ده له علاقه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يتخذ اجراء رسمي ويروح ويقول شفت ده وشفت ده. الاستاذه فريده اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ خير. مساء الخير يا فندم. انا مش عارفه اشكر حضرتك واشكر ضيوفك ازاي. اشكرهم هم، انا ماليش فضل، هم اصحاب الفضل. اتفضلي. فضلك انك جبتهم لنا. اتفضلي يا استاذه. يعني حضرتك دلوقتي قوي زي ما الاستاذ مره قبل كده قال انا حاسه باطمئنان، انا فعلا كنت مرعوبه كلمه عذاب القبر، وكان كل الكلام اغلبيه الشيوخ تخويف تخويف تخويف، وان احنا زي ما بتقول ان احنا كلنا هنروح النار. طب استغفر الله العظيم كنت اقول لا ده ربنا رحمن رحيم، كنت اكلم نفسي اقول ربنا ده رحمن رحيم. لاول مره فعلا احس بارتياح نفسي، وبعدين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الحمد لله هم فهموه، هم فهموا في كل حته في كل مصلحه حكوميه. انت حضرتك لما انا اجي لزميلي اقول لا ما يصحش تعمل كده، ده يعني زي امر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هي عن حاجه وحشه بيعملها، مش لازم يبقى في جماعه معينه هي تعمل الحاجات دي. ليه؟ لان الدوله هي ليها سلطتها، لكن لما هنسيب السلاح مداح كده حضرتك استاذ خيري هنلاقي البلطجه هي ممكن تبقى ماشيه في الشارع، ممكن نلاقي اي حد يوقف اي حد يقول له انت مين وبتلقى فين والكلام ده. لكن انا الحمد لله النهارده اول يوم اقول لحضرتك حاسه ان انا مرتاح نفسيا، ربنا يكرمهم فعلا حسنوا مظهر الاسلام بعد ما كتير اساءوا له. ربنا يخليك، شكرا استاذه فريده. معانا الاستاذه عايده من الشرقيه، اهلا وسهلا استاذه عايده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايه والله انا كنت بشكركم اولا على البرنامج دوت، ايه ثانيا كان ليا كلام كده لو حضرتك تقبلنا. اتفضلي. مبدئيا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دوت مش خاص بتيار معين، يعني لا سلفي ولا اخوان ولا اي كده، لا المسلم عامه هو ربنا امره بالامر بالمعروف وان هو ينهي عن المنكر. وكان في سبب من اسباب تعذيب اليهود زمان ان هم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، كان من سبب نزول العذاب عليهم ان هم ما كانوش بيتناهوا عن المنكر بينهم. فما يجيش حد مثلا يخص الامر بالمعروف نهي عن المنكر بسلفي او اخوان او طالما انا مسلم مهما كان انا بسمي نفسي ايه انا مأمور بكده،
بعدين في حاجة تانية، يعني كانت الأستاذة لميس الحديدي في البرنامج كانت قالت إن اللي هو الحادثة اللي في السويس إنها ما كانتش تبع التيار السلفي ولا الإخوان ولا ولا مش تبع تنظيم، يعني ما هوش تبع النور ولا تبع الإخوان المسلمين. نعم طبعا هو مش تبع، يعني في ناس برضو مصرين إن هم تبع منظمة دينية، فالكلام ده غلط. أنا أقول إن هو تبع منظمة دينية إمتى؟ لو هو عمل حاجة من الدين أقول آه ده مخطط ديني، لكن هو فعله من أول للآخر هو فعل خطأ، فمستحيل إن أنا أنسبه للإسلام. يعني ما عندناش حاجة في الإسلام إن هو يضرب أو يقتل، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. نعم. بالنسبة ليده مش إن هو مثلا يقتل أو يضرب أو أو أو، لا، دي ليها باب في الفقه معين، مبدئيا مش أي حد يقدر إن هو يغير المنكر بيده، ده مثلا اللي هو ولي الأمر، الوالد، الزوج. لكن أنا دلوقتي ماليش حكم على واحدة في الشارع إن أنا أغير المنكر بيدي، مستحيل، في حكمة وموعظة حسنة، مفيش غير كده. لكن طيب. إن هو باليد أو القتل أو أو، دي كلها أمور. شكرا أستاذ عايدة. أستاذة منى أهلا وسهلا. ألو. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ خيري. السلام عليكم وسلام على بسلم على ضيوف حضرتك. وعليكم السلام. والحبيب علي الجفري، سعيدة جدا أن أتواصل مع برنامج حضرتك موجود فيه. بارك الله. وفضيلة الشيخ أسامة، أنا عايز أقول لحضرتك يمكن أنت النهاردة قاعد في البرنامج ولا تعلم أن لك مقطع على اليوتيوب بسببه حسنت صورة الإسلام 180 درجة. الله ما شاء الله. المشايخ اللي زي حضرتك هم اللي ممكن بفعلهم فعلا يبدو امر بالمعروف ونهي عن المنكر. انا بأشير لمقطع موجود على اليوتيوب، حضرتك كنت بتدي فيه درس في الجامعة ودخلت عليك قطة، اخدتها جنبك، حطيتها جنبك، طبطبت عليها. لو تعرف كم مشاهدة الفيديو بتاعك الله. وكم الاجانب اللي سأل الله. مين ده؟ فأنت دولة بيعمل كده ليه؟ دين وقال كده، اشار لكده، يعني انتوا عندكم رحمة بالحيوان في الاسلام، يعني انتوا بتعملوا كده، شفت وصلها ازاي؟ شفت تعابير وشه رقت ازاي؟ طب ده رجل دين، طب انتوا ليه بتعملوا عكس كده؟ فكان الرد اللي انا شخصيا تلقيت مئات من التساؤلات من اصدقاء اجانب حول العالم في كل حد. كان اول مره اعرف حضرتك، كان اول مره اشوف فضيله الشيخ اسامه، ومن يومها وانا بحاول اتتبع اي حاجه. هو ده الامر المعروف والنهي عن المنكر، هو ده اللي بيخرج عن علماء المسلمين فيحسن صورة المسلمين ويحسن صورة الإسلام ويهدي المسلمين اللي مش عارفين. لأن كان في مسلمين بيتسألوا إيه ده؟ هو لما طبطب على قطة هاخد ثواب؟ هو لما أحن على حيوان ده أمر من ديني؟ وابتدينا ندور ونقرأ ونعرف الأوقاف على الحيوانات في الإسلام، المستشفى اللي اتعملت للقطط العمياء، يعني إيه المسلمين كانوا بيسيبوا أوقاف علشان الرحمة بالحيوان؟ في حاجة أنت تصرفت فيها بشكل عفوي انطلاقا من انسانيتك وانطلاقا مما يحص عليه دينك، امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. وانا قبل ما هختم هقول هو ده المطلوب. شوف النهارده يا استاذ خيري انت معاك اثنين علماء، انا احب اقول ان دول علماء اسلام، احب اقول ان هم دول ما يرمزون للاسلام فعلا وليس قولا، بدل ما يخرج عليا اللي بيقول لي انا اسيبك وانا احسن منك وانا عالم دين، ويبدا يشتم في علماء دين تانيين، ويبدأ يشتم ويختار ألفاظ لا ينفع أنها تطلع عن من يقول عن نفسه أنه عالم دين. هو ده الأمر بالمعروف فعلا وليس قولا، بالإحسان، بالرحمة، بالأدب، بالأخلاق. والأخلاق عندما نختلف قبل أي شيء تاني. أنا بشكركم ومش عايز أطول عليكم، تحياتي وتقدير لحزب علي الجفري. يوم ما طلعت على شاشة تي في سي وردت على احد القساوسه اللي كان موجود وقلت له اني احبك في الله، هو ده ديني، هو ده اسلامي، هو ده اللي انا اعرفه، مش هسمع من حد تاني، مش هقول لحد تاني، مش هنتكلم في الماده الثانيه للدستور، ومش هنقول على اخواتنا المسيحيين في مصر ان دول مش مصريين ولهم حقوق زينا. انت عرفت ترد عن الاسلام بجمله واحده اني احبك في الله، والشيخ اسامه عرف يرد عن كل ما ينصب للاسلام المسلمين بانه حن على قطه. أشكركم وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك. أستاذة أسماء أهلا وسهلا، وده تليفوننا الأخير، اتفضلي.
الو انا اول حاجه طبعا احب احيي سياده الشيخ حبيب لان انا بحبه جدا وبحب طبعه جدا. باختصار انا عايزه اقول لحضرتك ان انا بنت مصريه عندي 22 سنه زي اي بنت اتربيت في مصر وعارفين وقارينا ربنا واحنا اصلا مش بعاد عن الدين. بس لما توصل ان انا وكل اصحابي نبقى ماشيين في الشارع خايفين اكيد لا دي مصر ولا ولا الدين اللي احنا مفروض انه مكتوب في البطاقه بتاعتنا واللي احنا كلنا عارفين ربنا وعارفين الاسلام ايه هو. انا بنت مش محجبه على فكره بس انا مستعده ان اكون محجبه بعد ما اسمع كلام من مثلا زي الشيخ حبيب لانه فعلا كلامه فيه سماحه. احنا دلوقتي ماشيين في الشارع ماما بتقول لي لو حد اعترضك ما ترديش عليه وامشي. اقول لها ليه يا ماما؟ تقول لي عشان ما تموتيش زي اللي مات في السويس. يعني اكون ماشيه في مصر خايفه؟ يعني اخاف انزل من بيتي خايفه اني اموت؟ هي دي جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بص انا بجد بقيت خايفه مش حاسه ان هي دي مصر بجد. شكرا. لو كنا هنعيش كده يبقى يا ريت ما كانش النظام اتغير. على الاقل كنا زمان بنمشي واحنا مش خايفين. طيب بشكرك يا اسماء. انا اسف معانا تليفون الدكتور محمود المهدي وده اخر تليفون قبل ما اطلع فاصل من اسكندريه. اهلا يا دكتور محمود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لعدم تضيع وقتكم اود ان اسال الضيفين الكريمين وخاصه الدكتور اسامه ما اثر تقسيم المجتمع الى متدين وغير متدين؟ هذا التمييز الطبقي الديني وأثره فيما يحدث حول موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نطلع فاصل بعد الفاصل هنرجع نعلق على هذه التعليقات المحترمة من السادة المشاهدين ونرد كمان على سؤال الدكتور محمود. محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وبه إليه حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو سمى لكفاكم. وبه إليه حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. اهلا وسهلا بحضراتكم. حبناش حاجه تفوتكم ابدا. السيده الفاضله اللي قالت لنا على هذا الفيديو اغرانا ان احنا نشوفه. يعني انا بصراحه ما كنتش شفته والتقيت الزملاء هنا طلعوا بره التقيتهم بيقولوا احنا مجهزين الفيديو فقلت فرصه انكم تشوفوا هذا الفيديو. انت كنت حريص انك تطمئن على القطه. يعني حضرتك انا شايفك بتبص عليها وتشوفها استقرت فين فاذا اطمئننت بتكمل. هو المقطع ده كان درس في الجامع الأزهر الشريف. نعم. في قراءة كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. والشمائل المحمدية أعظم كتاب ألفه علماء الحديث في أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأخلاقه المشرفة التي علمتنا أن نكون رحمة للعالمين. فلما أن دخل القط استحضرت قصة كنت قد سمعتها من مشايخنا عن الإمام الكبير شيخ الإسلام أحمد الدردير فأحببت أن يكون لي حظ من التخلق بالعلماء الكبار وأن يرى طلبة العلم في الجامع الأزهر نموذجا من التعامل مع الأكوان. كان الإمام أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه شيخ الإسلام وشيخ السادة المالكية في مجلس الدرس مرة في الجامع الأزهر
فلمح واحدا من الطلبة رأى قطة تدخل بين صفوف الطلبة فضرب القطة بغلظة. فقدر الإمام الدردير أن هذه ليست بأخلاق طالب علم، وأن العلم لابد له من حسن الخلق. فقام الإمام الكبير ونزل من على كرسيه وأحضر القط وأخرج له من طعامه الخاص ووضعه للقط بجانب كرسيه. وفي اليوم التالي دخل إلى الدرس وانتظر حتى رأى القط يدخل فأخرج له الطعام مرة ثانية. وصارت عادة عند الإمام شهاب الدين أحمد الدردير أنه كل يوم إذا دخل المسجد يخرج الطعام للقط. فيقول العلماء حتى صار الإمام الدردير إذا دخل من باب الأزهر جاءت القطط من هنا ومن هنا حتى نرى حول قدميه 200 قط في الجامع الأزهر. فلما أن دخل القط وأنا في مجلس الدرس أحببت أن أتخلق بأخلاق العلماء والأئمة، وتذكرت قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. المعاني دي كلها دارت في خاطري حينما رأيت القط. ولهذا يعني لهذا الذي رأيناه ولهذا الذي نتكلم فيه صلة مباشرة بما نحن فيه الآن، لأن هذا الشرع الشريف إذا كان علمنا أن نترفق بالقط وبالحيوان، وحتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى أن نتخذ الدواب مجالس، يعني أنا ماشي في الطريق راكب الدابة الحصان ولا وقابلني صديق برضه في الطريق راكب الدابة فما نوقفش نتكلم نص ساعة على ظهر الدابة. حتى إنه الإمام الكبير مفتي الديار المصرية الأسبق سيدنا الشيخ حسن المخلوف جمع كتابا عن الرفق بالحيوان، بل كان مشايخنا يقولون هذا الحديث إن امرأة دخلت النار في هرة هل المقصود به المرأة فقط؟ فإذا جاء رجل وعذب القطة لا يعذب أبدا، ليس المقصود المرأة بل المرأة والرجل والكبير والصغير. يبقى نقدر نشيل كلمة المرأة ونحط مكانها الإنسان، مطلق الإنسان، وده شيء يسمى التجريد عند علماء الأصول، وهذا الذي يعلمنا إياه الأزهر الشريف، إنه ليس المقصود المرأة فقط بل المقصود أنه مثال لجنس الإنسان، وأي إنسان يرتكب نفس الفعل بتعذيب الحيوان سيعذب. طيب وهل المقصود القط فقط بحيث أنه إذا عذب كلب لا يعذب؟ أبدا، إذا عذب الإنسان قطا عذب، وإذا عذب كلبا عذب، وإذا عذب إنسانا عذب، بل الجماد له عندنا قدسية واحترام، لأنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. فبدأ العلماء يقولون كلمة القطة ممكن نشيلها ونحط مكانها الحيوان، لا ممكن نشيلها ونحط مكانها الأكوان، فتتحول العبارة إن امرأة دخلت النار في هرة إلى قاعدة كبيرة تقول إن الإنسان لا يؤذي الأكوان الله، ويتحول إلى رحمة للعالمين. هذه المعاني التي كانت تجول في خاطري في هذا الموقف، ولعل هذا يعني مباشر فيما نتكلم فيه، إنه إذا كان يا جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيؤدي إلى شجار وإلى نزاع وإلى شحناء إلى منكر أكبر منه، فأرجوكم مسألة أكبر من هذا الآن. يعني دعوني وبكلم حضرتكم وأنت علماءنا الأجلاء، يعني إذا كانت في بنت صغيرة لديها هذا الفزع والخوف، إذا كان هذا الدين الإسلامي به هذه الرحابة والمحبة والرفق والخير والجمال والتسامح وطيب اللسان وما فيش حاجة لم ترد فيه، هو أنا فلماذا هذا الخوف؟ لماذا الآن أصبح الحديث؟ هل لمجرد أن هناك تغير سياسي؟ هل لخطاب بعض فهم الإسلام بشكل خاطئ؟ يعني المسألة تبدو مفزعة بالفعل. حديث هذه الفتاة يمثل أحاديث كثيرة، إذا كان شاب فقط حياته طالب زي الورد في كلية هندسة علشان في حد رأى أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفهم أن تغيير المنكر يبدأ باليد، فاليد هو أن يزجره أو يشتبك معه. دعنا قبل أن نمس هذا المعنى الإنساني المهم والكبير أريد أن أوضح شيء إذا أذنت لي وإذا وافقني يقرني عليه سيدي الشيخ أسامة.
ينبغي أن نفصل بين المشكلة الموجودة وهي أنه بالفعل يوجد لدينا كثير ولا أقول بعض الكثير ممن تدينوا بصورة مغلوطة صارت رؤيتهم متشنجة متشددة تصادمية إقصائية. هذا مرض ينبغي أن نعمل جميعا على معالجته، لكن ينبغي أن نفرق بينه وبين شيء آخر وهو المعركة السياسية الموجودة، لست وليس الشيخ أسامة طرفا فيها. نعم. إذا كان هناك نزاع اليوم بين إسلاميين سياسيين ومن لا يريدونه، وهذا ليس موضوعنا ولا أطرح، دعني أكمل. إذا كان هناك نزاع بين إسلاميين سياسيين، لا أخفي أنني أختلف مع طريقة نظرتهم للأمر، لكن إذا كان هناك نزاع بينهم وبين من لا يريده من السياسيين الآخرين، نحن لسنا هنا في هذه الحلقة جزءا من هذه المعركة. لا خوفوهم من فزاعة الإسلامية، لا خوفوهم من فزاعة النظام القديم، لسنا في هذه المعركة لأننا لسنا طرفا سياسيا وليست لنا أطماع سياسية. لكن في نفس الوقت لابد أن نعترف أن هناك صوتا قد ارتفع لخطاب باسم الإسلام، ليس من الأحداث الأخيرة، من السابق موجود وبدأ يتدرج ويرتفع الصوت شيئا فشيء. هذا الصوت أعطى إحساسا كالذي عبرت عنه ابنتنا المباركة بهذا الصوت الصادق الذي أبكانا، ليس فقط على الحالة التي هي فيها، الحالة التي هي تشعر بها مؤلمة، لكن أبكانا على شيء آخر. ربما قلته لأخي الدكتور أسامة في أثناء الفاصل قلت له هنا مشكلتان فيما سمعناه. مشكلة تتعلق بحالة الذعر التي بدأت تشعر بها وأمثالها من بناتنا وفتياتنا وناس في هذا البلد الآمن المبارك المطمئن، وهناك شيء آخر وهو أنني شعرت وكأن الإيمان الكامن في قلبها يستصرخ يقول أنقذوني قبل أن أتفلت بسبب ما أرى وما أسمع. ولهذا نوجه كلمة إلى إخواني من المتدينين، من إخواني الغيورين على الحق، غيورين على الحق، من إخواني الذين ربما أرادوا الخير فيما يقولون ويفعلون، رفقا بإيمان الناس، يعني أناشدكم الله والإسلام، رفقا بإيمان الناس. الشباب بدأ يتفلت من الإسلام، الناس بدأت تتشكك في دينها. لا 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 أتكلم عن وضع في مصر وحدها، أنا أتكلم عن المنطقة ككل، بل أتكلم عن الوضع العالمي. هناك من يتكلم في التويتر أو في غيره من وسائل أخرى الشخصية بلغة عنصرية، بلغة تهجمية، وينسب ذلك للإسلام. هناك كنت في بريطانيا الشهر قبل الماضي، وطلعت جماعة من إخواننا المتشددين وأسسوا في حيهم أمر بمعروف والنهي عن منكر. فين؟ في بريطانيا، في لندن، في بريطانيا، وعملوا ملصقات الذي لن يسمحوا له به في هذا الحي، الخمر ونوادي الليل وعدد من المخدرات والمرأة المتكشفة والدعارة، وإذا بهم سيشكلون مثل هيئة الاحتساب التي تريد أن تجبر باليد أهل الحي في لندن أن لا ينفذوا. وبدأوا ينشرون هذه الملصقات، أنا الآن في الفاصل يعني استحضرتها وجدتها عندي هنا في الصورة لما أرسلوها إلي، لا أدري يستطيعوني أتون بها أو لا. هذه الصورة شاب إنجليزي أسلم حديثا وانتمى إلى أمثال إخواننا هؤلاء المتشددين، وإذا به يعلق هذه الملصقات، هذه الملصقة يقول فيها أن هذا الحي أصبح تحت حكم الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يفعل فيه وأن يفعل فيه وأن يفعل فيه. هذا شاب إنجليزي حديث عهد بالإسلام يلصق هذا في شوارع في بريطانيا. طبعا الصحف البريطانية مباشرة لقطت خطورة الإسلام، المسلمون يريدون أن يرغمونا. هذا كله يرجع إلى ماذا؟ إلى تضيع الثلاثة الشروط التي ذكرها الإمام الغزالي. العلم، هذا جهل، كيف تطالب بلاد غير مسلم أصلا بأمور هو لم يؤمن بدينك، فكيف تطالبه بشريعته؟ العلم، لا يوجد علم، لا أريد أن أتهم بالورع لأن هذا غيب عند الله عز وجل ولعله يعني يريد الخير، حسن الخلق، هذه الأشياء إذا لم تقم ظهرت مثل هذه المشاكل التي نراها الآن. من حقه استخدام اليد في تغيير المنكر؟ نوعان. اليد يعني إيه؟ اليد يعني تمام. الضرب تمام. يعني العنف تمام. هناك نوعان من استخدام اليد، نوع لا يصح لأحد أبدا إلا ذوي شان، بمعنى ذوي شان التي تسمى اليوم باللغة المعاصرة السلطة التنفيذية، الشرطة تأتي وتقبض باليد على هذا المجرم تدفعه، هذه الصلاحية العامة التي هي السلطة التنفيذية. وهناك نوع آخر من استخدام اليد يجوز حتى لغير أصحاب المؤسسات والسلطة، وهي إغاثة اللهفان التي ذكرها الشيخ قبل قليل، بنت هجموا عليها مجموعة بلطجية يغتصبونها ويؤذونها، نقول لا، هنا استخدام اليد،
وهنا أي أحد يستخدم يده للدفاع عنها لحمايتها. فاستخدام اليد بالنسبة لغير أصحاب الاختصاص لغير المؤسسات المقررة لذلك يكون في الحالة الضرورية. ما معنى في الحالة الضرورية؟ لإنقاذ وضع لا يحتمل ألا ينقذ، أما سوى ذلك فلا. أو إذا كنت مخطئ أو شيء يريد يضيفه الشيخ أسامة يعني يبين. لا، هو كلام صاحب الفضيلة متسق تماما مع ما بدأنا به الكلام، من أن أكثر الأوامر التي يمكن أن يتأتى فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قامت الأمة بتحويلها إلى مؤسسة، وهذه المؤسسة مفوضة ولها حق قانوني في الضبط وفي الإحضار وفي القبض على هذا المتهم وفي إكراهه على أن ينتزع من هذا المنكر. عندنا الشرطة وعندنا شرطة المرور وعندنا المرافق وعندنا الحي وعندنا الجهاز المركزي للمحاسبات وعندنا النائب العام، كل هذه الجهات هي الترجمة العملية لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحينئذ لها الحق في استخدام اليد. نعم. ولها الحق في استخدام السلاح عند الشجار، ولها الحق في استخدام الكلام المباشر. لكن الفرد الشخص الذي تشرف بأن أحب هذا الدين وأحب أن يندرج في سلكه، وقبل أن يتم تعلمه وتأهيله وبدل أن يحول هذا الدين إلى رحمة على العالمين، انطلق إلى الناس من غير تبين ومن غير نظر فيما ينبغي فيما يحق له أن ينكره وبين المختلف فيه الذي قد لا يحق له أن ينكره، هذا مظهر من مظاهر الخطأ ويترتب عليه فساد عريض. بس هنا تعقيب مهم، في قضية عينية مثارة على أرض الواقع ولا يصح تجاهلها، قضية قتيل السويس. نعم. هناك جانب إنساني لا بد لنا جميعا من القيام به، وهو العزاء الخالص. نعم. لأسرة القتيل. نعم. وأننا نشد على يدهم، وأن مصابهم مصابنا جميعا، وأن هذا الدم البريء الطاهر المحترم الذي أريق من غير وجه حق حق في رقابنا جميعا، وأنه دم مقدس محترم، ولأسرته الكريمة خالص العزاء. والألم والحزن الذي دخل إلى بيتهم دخل إلى كل بيت في مصر وإلى كل قلب في مصر. هذه قضية. القضية الثانية، الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب هذا الحادث، هل هم ينتمون إلى تيار ديني أو كما أعلن وزير الداخلية لا ينتمون إلى تيار ديني، أو أنهم بشائر ضرر وعدوان من تيارات دينية قادمة، أو أن هذه فزاعة تقوم بها أجهزة قديمة لتخويف الناس من تيارات قادمة أو موجودة؟ لكن المعلومات الموجودة تتحدث عن الشيخ وليد وأنه معروف في المنطقة وأنه يفعل ذلك من حيث الدعوة إلى الخير ومواجهة الخروج. فليحول الجميع إلى القضاء وليقل القضاء فيه كلمته. نعم. وهذه هي الهيئة التي يناط بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق هؤلاء الأشخاص. نعم. إذن بقدر شدنا على يد أسرته وتقديمنا العزاء وأننا معهم قلبا وقالبا، نطالب وبكل قوة أن يتدخل القضاء وأن يقول كلمته وأن يستدعي كل شهود الإثبات وأن ينظر في كل القرائن وأن يحقق في كل كلمة قيلت في حقهم وأن يفصل الأمر فيهم، وإذا استحقوا الإعدام فليعدموا. نعم. إذن هذه القضية الثانية. القضية الثالثة التي هي الخروج من هذه الأزمة العينية إلى أزمة. نعم. مجتمع بأكمله. نعم. إنه يا جماعة مصر الآن يعاد بناؤها من جديد، ويعاد ترتيب العلاقة بين عدد من الفئات والتيارات والأطراف داخل المجتمع المصري، ولا بد لنا ونحن على أعتاب إعادة بناء وطن من أن ينشأ بيننا عقد اجتماعي جديد ينصف فيه المظلوم ويؤخذ فيه على يد الظالم وتعطى فيه الحقوق إلى أهلها ويؤمن فيه الخائف ويردع فيه المعتدي وتسير فيه حركة الحياة ويشعر الناس أننا على عتبات أيام تحمل بشارة وأمان. فيا كل إخواني على أرض مصر، ويا كل سلفي على أرض مصر، ويا كل ليبرالي على أرض مصر، ويا كل علماني على أرض مصر، ويا كل مسلم ومسيحي ومؤمن وكافر، يا كل إنسان على أرض مصر، يد الأزهر الشريف ممدودة إليكم حتى نحول هذه الحالة الراهنة إلى حالة أمان ورفق ولين تنزل بردا وسلاما على قلب كل إنسان على أرض مصر. ولا بد لكل الأجهزة في هذا البلد من أن تعمل على تحقيق الأمان في هذا البلد.
الأزهر الشريف يا جماعة الخير إن كان قد غاب عنكم طويلا فها هو ذا يرجع إلى كل إنسان على أرض مصر بيد ممدودة أن نكون رحمة على الناس وأن نجعل من سلوكنا وأخلاقنا وتصرفاتنا منهاج أخلاقي يجعل الناس تقول هذا الشخص هو الذي يصح أن يكون أنموذجا من الجناب النبوي المعظم الذي كان أعظم شعار له زكاه الله تعالى به وإنك لعلى خلق عظيم. أرجو أن تكون هذه الكلمة نداء ينزل رحمة وسكينة وبردا وسلاما على قلوب الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. طب هستأذنكم معلش احنا عندنا تليفونات كتير هاخد بعضها لأن أنا بيعز عليا وفرصة وجود الحبيب وجود حضرتك من المرات النادرة اللي تكون معانا واللي بتظهر فيها على الشاشة. أنا سأطالبه أن يكون له حضور. نعم ونحن أيضا أنت مطالب. سمعت الآن الكلام الذي جاء في المداخلة فأصبح الغياب إشكال في كل سنة مرة. أم محمود من منصورة أهلا يا أم محمود. اهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. بحيه حضرتك يا استاذ خيري على هذا البرنامج الجميل وبحيه حضرتك على بريد الجمعه صح حضرتك سبته بس كان جميل جدا ما شاء الله. ربنا ان شاء الله حضرتك تبقى يعني دايما كده ان شاء الله الى الامام ان شاء الله. ربنا يخليك. وبحيي الشيخ علي الجفري ما شاء الله هو كلامه يحبب الواحد في الاسلام. انا طبعا بتفرج عليه من زمان بس اول مره اسمع الشيخ اسامه ما شاء الله كلامه جميل اول مره اسمعه النهارده ما شاء الله كلامه جميل جدا. بس انا عايزه اقول للمشاهدين بتوع حضرتك ان هم اتفرجوا على مشايخ تانية برضو يعني هيلاقي كل المشايخ بتدعو الى هدف واحد اللي هو حب ربنا. يعني لو لقوا شيخ مثلا شديد شويه يسمعوا غيره وان شاء الله هيلاقي ناس زي الشيخ اسامه والشيخ علي. بعدين تاني حاجه بس انا بواجه حاجه او رجاء للاعلاميين يعني يا ريت يعملوا زي حضرتك بلاش الهجوم على الرئيس مرسي. يعني ريت يعملوا زي حضرتك كده يديله فرصة برضو يعني يقولوا المميزات بتاعته يعني درجة بس. جزاك الله خير. الله يخليك. شكرا أم محمود. الأستاذ أسامة من القاهرة. السلام عليكم أستاذ خير. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا. أول مرة في حياتي أعمل مداخلة في برنامج تلفزيوني. شرف لينا أستاذ أسامة. ربنا يخليك. لكن الفكرة في أن أنا مش قادر أنام لأن أنا كل يوم من أول ما الثورة قامت وانا مش قادر الاقي يوم حلو وجميل زي اللي انا شايفه النهارده. الحمد لله. قادر اوصف لحضرتك. اول حاجه انا بهنيك على مصريتك لان اللي بيعمل برنامج بالشكل ده مصري يعني حتى النخاع. ثانيا بشكر الشيوخ الافاضل اللي قدموا الاسلام بشكل مشرف جدا جدا جدا. الانسان يفخر باسلامه فعلا من خلال النموذج ده. رقم ثلاثة اللي بتمناها ان حضرتك تخلي النموذج دون يشوفوا كل الناس اللي هم بيقولوا السياسيين والناس اللي بتتكلم في النخبة يا ريت يتكلموا بنفس الأسلوب ده. مصر هتبقى كبير. النقطة الرابعة الإكرامية اللي عايز أقولها لحضرتك إنه أنا مصر ذكرت في القرآن وذكرت في الإنجيل ومبارك شعب مصر. ما كنتش متخيل أنا 52 سنة ما كنتش متخيل أبدا إن ممكن يكون عندي فرصة أن أشوف مصر الحلو. أنا مؤمن بالكلام مقتنع بيه جدا 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 كلام من عند ربنا سبحانه وتعالى لكن ما كنتش أتخيل إن أنا ممكن أعيش لما اشوف النموذج ده ممكن يتحقق قدام عيني ليا ولاولادي بالنماذج اللي انا شايفها المتكرفه دي. واشكرك جدا جدا. شكرا جداً يا استاذ اسامه. شكرا واسعد الله مساءك ان شاء الله. استاذه مريم اهلا. استاذه مريم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا الاول بمسي عليكم جميعا. مساء الخير عليكم. وبرحب بالشيوخ الافاضل الموجودين. اهلا وسهلا. نعم. وبمناسبه بقى الموضوع اللي بتتكلموا فيه لا بتاع ايه النهي عن المنكر والامر بالمعروف سيادتك بقى انا هقول حاجه كده وعايزه راي الازهر فيه حصلت لي يعني. اتفضلي. انا كنت فاتحه محل كافتيريا في العريش قبل الثوره. الثوره لما قامت شهر ثلاثة بقى بعد الثوره دخلوا عليا جماعه وناس فاقين وبالسلاح الالي. طبعا انا معايا 4 عيال وربيهم ولدهم متوفي ولادي بالسلاح وازاي انت قاعده هنا في محل وكده حرام وبتعملي منكر. تصور 11 راجل يعني الحادث دوت هز العريش كله. طب انا اكل ولادي منين؟ قلت لهم طب انا باكل ولادي معايا 3 بنات وولد اعمل ايه؟ امشي من هنا واقفلي. وقاموا مكسرين المحل بالكامل وقاموا ايه قافلين طارديني بره المحل. حتى في زباين مشيوا ما دفعوش حتى مشاربهم
انا خدت بعضي وطلعت مشيت رحت على ولادي. تعبت في الموضوع ده وجالي القلب وبقالي سنه بتعالج. انا عايزه اعرف راي الازهر ايه، ده برضو فعلا منكر ولا ايه؟ تمام، شكرا استاذه مريم. قبطي من القاهره، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ خيري. بس وانا بس عشان اعرف كلمه قبطي يعني مصري. مصري نعم بالضبط. انا بما اني مسيحي فانا قبطي، وبما ان ضيوفك مسلمين فهم اقباط. نعم. انا هتقمص، بس اسمح لي يعني اسمح لي ان انا اتقمص شويه شخصيات كده هون، وديني شويه وقت ينفع ولا لو مش هينفع قولي. يعني حاول تختصر قدر المستطاع فقط. اوكي اتفضل. انا هتقمص دور المسيحيين اللي خايفين من المسلمين. نعم. هقول لهم انا كمسيحي مش كقبطي بقى، كمسيحي القبطي، يا جماعه الدين الاسلامي ما فيهوش ما يخيفكم، دي حاجه على جنب عشان اللي خايفين. هتقمص دور اخواتي المسلمين اللي خايفين ان ما يعرفوش يشتغلوا، وهقول لهم يا جماعه انا واحد مسيحي ما بشتغلش، وبسبب الثوره بسبب الاسلاميين اللي مسكوا البلد في البرلمان ومسكوا البلد في الرئاسه والكلام ده كله، انا بقيت الحمد لله عاطل. ليه منعوك في ايه من الشغل اللي مسكوا الرئاسه او اللي مسكوا البرلمان؟ لا 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 انا 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 انا, أنا مش انا مش برفض انا مش برفض انا بقول انا رغم ان انا واحد من الناس المتضررين من اللي حصل في البلد، انا بأمل في البلد حاجه كويسه، رغم ان انا ممكن اكون عندي تخوفات. بس انا عندي سؤال واحد مش لل لضيوفك المحترمين الاسلاميين المحترمين الشيخ اسامه والشيخ حبيب، يعني انا عارف كويس قوي وانا من الناس المتابعين ليهم، انا عارف ان هم معتدلين ومحترمين، بس انا بطلب او بسال سؤال واحد لاي واحد بيفكر صح. نعم. يعني ايه بلد؟ ده السؤال اللي انا عاوز اساله، يعني ايه بلد؟ يعني ايه وطن؟ طيب انت مسيحي ولا انت مسلم ولا انت ليبرالي ولا انت شيوعي ولا انت كافر حتى ولا انت ايا كان، يعني ايه وطن؟ حافظوا على بلدكم، البلد دي هتروح لجهنم وبئس المصير لو ما اتحدناش كاقباط. طيب انا يمكن انا قلت اسمي في الكنترول، انا طلبت ان انا اسمي يبقى ابقي. خلاص زي ما حضرتك طلبت احنا عملنا. ما لا ما انا بقول انا بقولها علنا، لو عاوزني اقول اسمي انا ما عنديش. ما فيش حاجة ما قلتش شيء، احنا اي حد في مصر بيقول اي حاجة. انا بسأل الناس دي كلها يعني ايه، يعني ايه قبطي، يعني طيب. ايه مصري، يعني ايه يعني ايه بلد وطنك حافظ عليه. انا بطالب الكلام، انا بطلب الكلام ده من الرئيس مرسي اللي انا ما انتخبتوش، وبعلنها علنا انا ما انتخبتوش. تمام شكرا يا استاذ قبطي. تليفوننا الاخير الاستاذ ماهر من القاهرة. اهلا استاذ ماهر. أستاذة نهال، أهلا أستاذة نهال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا بحييك وبحيي ضيوفك الأعزاء العلماء الأجلاء اللي معاك، ربنا يخليك. تفضلي. يعني وأنا بتمنى إن شاء الله في رمضان زي ما كان فيه السنة اللي فاتت، في السنة دي إن شاء الله حبيب علي الجفري إن هو يكون موجود السنة دي برضه ومعنا الدكتور أسامة ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيه. وهتشوف الدكتور أسامة في حلقات في أمانته بالله في رمضان ده إن شاء الله برضو. إن شاء الله. الله إن شاء الله، وكل عام وأنتم طيبين، وعود على مصر والدولة الإسلامية كلها بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. وحضرتك بخير وسعادة يا رب. شكرا جزيلا. بشكر حضرتك جدا جدا. هنطلع فاصل أخير علشان نرجع ما تبقى لدي من وقت أسمع من ضيفي العزين، وإذا كان الأمر يستدعي أن يعيدانا بلقاء آخر إن شاء الله. نلتقي بعد الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى، واصل ما تبقى لدينا في هذه الليلة العامرة المطمئنة للقلوب مع فضيلة الحبيب علي الجفري
دكتورنا الجميل الدكتور أسامة السيد الأزهري. سيد الحبيب، كنت سألت سؤال متقدم علشان نقفل هذا المبحث الخاص بتغيير المنكر، النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صحيح؟ نعم. فكرة إن شخص يروح رايح شايف اتنين قاعدين، اتنين واقفين، دلوقتي بقى في دعوة مضادة، إذا حد جالك اقلع اللي في رجلك واضربه وحاجات كده، فأنا خايف نشوه المعنى الجميل اللي حضراتكم النهاردة بلورتوه تماما وحطتوه في إطاره الذي يطمئن الناس ويقول أن أهل العلم يقولون أن هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا حدث شخص اعتقد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يسير يفتش في الناس، دي مين ده مين، انتوا قاعدين كده ليه، بتبصوا على النيل ليه، بتشربوا بيبسي لوحديكوا، معرفش هيشوفها ازاي، ووجد مواجهة عنيفة، ماذا يجب؟ هو ده أمر بمعروف ونهي عن المنكر. أولا هذا ليس من أمر معروف ولا نهي عن المنكر. ولو تأمل المستمع الكريم كلام فضيلة الشيخ أسامة في بداية الحلقة، نعم، من بيان ما هو حق الطريق، لوجد أن هناك تسلسلا معينا ينبغي أن يبنى من خلاله تكون وشائج الصلة بين الناس قائمة على أساس صحيح ومستقر. يعني مثلا في السابق يمكن أنت أدركت هذا أو جيل والدك، كان كل كبار الحي يعتبرون كل أطفال الحي أبنائهم. نعم. فإذا رأى أحدهم ابن جاره يرتكب خطأ يأتي مباشرة ينهاه وينهره، وهو الذي يوجهه. نعم. ولا يجرؤ الصغير أن يرفض التوجيه لأنه يراه كأبيه. اليوم لو جاء أحد يريد يوجه ابن أحد من الجيران تماما، انت مين انت؟ فإذا لا يقال أنك ينبغي أن تذهب وتوجه، يقال أولا أوجد أعد الصلة وشائج الصلة بين الناس، أوجد القبول لمفهوم أنك يا أيها المتدين عندك من المحبة قبل أي شيء آخر، من المحبة للذي تتكلم معه، عندك من التواضع، عندك من جمال الأخلاق، عندك من العلم، عندك من الحرص على الذي أمامك. هذه الرسائل إذا وصلت بشكل واضح، عندها إذا رأيت بعض الأشياء تستطيع أن تتخاطب. لكن قبل وجود هذه المقدمات أنت مقصر أولا في إيجادها، فالقفز منها إلى مرحلة النصح مباشرة هذا خطأ. ثانيا، لا يجوز قط التجسس ولا التفتيش في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور الظاهرة للعيان التي لا تقبل تأويلا. ثانيا، أنه لا ينبغي أبدا افتراض سوء الظن. الناس في الأصل على الصواب، جميع أفعال الناس في أصلها للناظر لها صواب، حسن الظن مقدم على سوء الظن. فالأصل في الإنسان الأمانة، الصحة، الثقة، ليس الأصل عدم ذلك. فلا يحتاج الإنسان أن يحاول يتأكد، أنت لست رقيبا عليهم، الله هو الرقيب عليهم. يبدأ دورك عندما يحصل تظاهر، يعني مثلا فعل فاضح في شارع، لا، هنا ينبغي أن يكون هناك تدخل. لماذا؟ وتدخل بالتي، لماذا؟ لأن هذه حماية للجميع، ليست حرية خاصة. يأتي طفل صغير يمشي في الشارع فيرى منظرا خادشا للأدب في علاقة بين رجل وامرأة، حتى هذا تحتاج إلى أسلوب. نعم. كنت في أبوظبي، فكان أحد الأجانب مع، ما أدري هي زوجته أو صديقته، لكن أنا أحمل على أنها زوجته، الأصل أن الأمور على الصحة. فكان في الحديقة، كان في وضع فيه شيء مخل، فقام شاب من أهل البلاد من الإمارات، لاحظته جاء إليهما، هلو هاو ار يو، رحب، قال لهم أنتما مرحب بكما في بلادنا، ولكن في ثقافتنا هذا الأسلوب لا يتناسب في المكان العام. أم سوري، واعتذروا. بمعنى أن الأسلوب له الأثر. في المقابل الذي يأتي بأسلوب حسن وبأخلاق حسنة وبنية صادقة مع الله، وهنا ينتبه يا أخي، من تريد أن تنصح أو توجه للخير، تأمر بمعروف تنهى عن المنكر، قبل أن تفعل أي شيء راجع نفسك، هل أنت تفعل هذا من منطلق أنك أفضل منهم، أنك أصبحت شيئا عاليا وهم قد سقطوا وأنت من فوق تكلمهم؟ إذا لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن المنكر، أنت في هذه الحالة غير صالح أصلا، لأنك في منكر أكبر من منكرهم، وهو منكر الكبر، منكر احتقار الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. ما معنى بحسب امرئ من الشر؟ يعني كفاية عليه كذا، ما في الشر أكبر من هذا الأمر. لكن مع ذلك، حتى لو قمت بأسلوب جميل ولقيت صدا أو سبا أو حتى ضربا أو إساءة، لا يجوز، لا ينبغي لك أن ترد بالمثل. يقول الله عز وجل على لسان لقمان، سيدنا لقمان الحكيم، لقمان هو يحكي الله عز وجل نصحه لابنه،
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني أنه من الطبيعي أن الذي ينصح الناس قد يساء فهمه، قد يعامل بطريقة خاطئة. واصبر، ما قال ورد على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. طيب هذه صعبة، إن ذلك من عزم الأمور. إذا لم تكن أهلا لأن تصبر على ردة الفعل المستفزة والسيئة لا تتقدم بالنصيحة حتى لا ترتكب منكرا أكبر من المنكر الذي رأيته. السيدي أنا أسف، ليس لمثلي أن يتطاول بالاجتهاد أو التفكير أو التفسير، ولكن إذا كان في إثبات الزنا الشرعي نعم وجود 4 شهود، فإذا وجد 3 لا تستطيع أن تتهم بالزنا. بل لو اختلف 4 في لون الثوب عندما يصفونه تسقط شهادتهم ويعتبروا هم واقعين في منكر القذف، هم الذين سيحاسبون. وعلى ما أفهم أنهم لا يتجسسوا ولا يدخلوا بيتا طبعاً ولا يفتشوا في الناس طبعاً. فكيف يمكن تخيل الأمر لرجل يرى شاب وفتاة يجلسان في الطريق، ولا يعني يمسك بيدها وهو في الطريق، أو لفتاة غير محجبة فتستطيع أن تحكم عليها بأي شيء؟ يعني تبدو المسألة صعبة على القبول. هي صعبة على القبول، هي مخالفة للفطرة، مخالفة للدين. والشيخ أسامة يعني الشيخ أسامة عندي وكان كلام صاحب الفضيلة مولانا الشيخ مبني على سياق قرآني جليل، قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. شوف السياق الذي يبنيه القرآن. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بعد أن تستقر هذه الألفة والمودة بين المجتمع يأتي مباشرة بعدها ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بعد واعتصموا بحبل الله، بعد أن تستقر الألفة في المجتمع، بعد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بعد استقرار هذه الطريقة من التعامل التي تتشبع بها روح المجتمع تأتي ولتكن منكم أمة، ونمر واحد من الوظائف يدعون إلى الخير ويعلمون برفق وينشرون بين الناس الفهم ويترفقون بالجاهل. طيب. ويعلمون الإنسان بلطف. لما تبقى من وقت قليل جدا الدكتور محمود المهدي وهو عالم جليل بيسأل عن أثر تقسيم المجتمع فيما نتحدث فيه، متدين وغير متدين، وأعتقد أن هذا له علاقة بما قاله أخي القبطي، ويعني الأسئلة تدور حول نفس المعنى. وجهان لعملة واحدة مع السيدة الكريمة التي هدم مصدر الدخل عندها وألقيت في الشارع. يا جماعة الخير، الأصل عندنا في الإنسان أنه محل دعوة إلى الله وأنه محل إكرام، وأننا قبل أن نكلفه بشيء أو أن نحاسبه على شيء لا بد من أن تتوفر له الحياة الكريمة. لا بد أولا من تحقيق احتياجات هذا الإنسان ونقله من دائرة الفقر وكفايته المادية الكاملة التي تكفيه همه وهم أسرته وهم أولاده قبل أن أسائله عن شيء. ولذلك فقد كفل الشرع الشريف لهذا الإنسان كل المتطلبات ونقله من الكفاف والفقر إلى الكفاية إلى الكفاءة قبل أن يطالبه بشيء. ولذلك فالإمام أحمد والنخعي وجماعات من العلماء على أن الحدود لا تقام في عام المجاعة. هي الست لم تفعل شيء، بس علشان الأمر لا يبدو الست بتبيع في كشك. ولذلك ده 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 نعم. ده شيء يعني بعيد عن محل نعم أنا أخشى من الربط، بس ده حتى الكتابي الذي رآه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتكفف الناس في الشارع وهو من أهل الكتاب قال له ما أنصفناك ما أنصفناك، لك علينا حق الكفاية. إذن يا جماعة الخير، هذه السيدة الكريمة التي تبحث لها عن مصدر دخل، لو أن هذا المصدر من الدخل اشتمل على خطأ وفروا لها مصدر دخل كريم قبل أن تطالبها بترك ما هي فيه. والإمام الشافعي يقول لو أن رجلا خرج على المجتمع شاهرا سيفه لأنه لم يجد في بيته دقيق لا ألومه ولا أعتب عليه. أخشى أن تكون الرؤية لمجرد أنها امرأة فتعمل بالتجارة وتقف في محل، فهذا خطأ. ده غياب عن
ما كفله الشرع الشريف من رخاء للإنسان وسعادة في الدنيا والآخرة. دي قضية أولية. لا، هو سؤاله أنه البعض قد يتوهم من ذلك أن لنا موقف أننا نقر أن عمل المرأة خطأ. لا أبدا، ده مش هو ده المقصود بالمرأة أبدا. ده احنا بنقول يا جماعة حتى لو كانت تبيع محرم، إذا كان الأمر وصل إلى أن هذه السيدة ليس لها مصدر دخل، يا جماعة الخير، أول حق من حقوق هذه السيدة أننا كمجتمع نكفل لها مصدر الدخل. هذا أول حق، نشاهد لها مصدر الدخل قبل التفتيش عن التحقيق في الصواب والخطأ. وإذا ما هدمنا مصدر الدخل الموجود وألقيت المرأة في الشارع، فما البديل؟ مش هي دي نظرة الشرع الشريف إلى الإنسان بالمرة؟ هذا مع أن الشرع يبيح للمرأة أن تعمل، للمرأة أن تعمل. وكم كتبت وألفت في مسألة عمل المرأة من كتب ومؤلفات، وسيدنا الشيخ نور الدين عتر قال، والشيخ فلان عمل، والضوابط الكثيرة المذكورة، هذا كلام فرغ منه منذ زمان. نعم. طيب. وللمرأة أن تخرج وأن تعمل بالضابط المعروف. أثر تقسيم المجتمع، متدين وغير متدين، أنت متدين، أنت ما أنتش متدين، ملتزم غير ملتزم. عشان تبقى متدين ليه ما بتطلقش اللحية؟ ليه ما بتلبس حجاب علشان تبقى ملتزم؟ تحويل الشرع الشريف من باب سعادة ورخاء وجمع بين الناس إلى باب تنافر، وهو الذي عقب به القرآن الكريم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الله، إياكم أن يترتب على دعوتكم إلى الخير وأمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر تفرق واختلاف وتقسيم وفئات ونزاع وتصنيفات وأطياف. شوف الأمر القرآني، اعتصموا وألف بين قلوبكم بعد أن حصلت الألفة، أؤمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بعد الدعوة إلى الخير وتعليم الناس، ثم احذروا أن يترتب على أمركم ونهيكم فرقة واختلاف ونزاع كالذي نتكلم فيه الآن. إذن لا تقسيم بين الناس، والناس جميعا محل نظر المولى ومحل دعوته، والناس جميعا محل الخطاب النبوي الرحيم. والحق الذي كفله الشرع الشريف للناس جميعا أنهم تبسط لهم يد الخير والرحمة. على أن التدين لا يقاس بالمظهر، على أن التدين لا يقاس بالمظهر. نعلم أن الوقت انتهى، فقط أريد أن أوجه رسالة شكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حفظه الله تعالى على المظلة التي كفلها لمكتب رسالة الأزهر، ووجه رسالة شكر أخرى للإمام العلامة الشيخ علي جمعة مفتي مصر. مكتب رسالة الأزهر مكتب الآن يقوم بدور عظيم وكبير، يشرف عليه أخي الشيخ أسامة. يمكن لمن يحب أن يطلع على الدروس وعلى النشاط الموجود أن يدخل إلى الموقع في الإنترنت، لهم صفحة أيضا في الفيسبوك موجودة عن الدروس التي تقام في الأزهر، باسم مكتب رسالة الأزهر. نعم. وفيها دروس كاملة دينية لمن يريد أن يستمع إلى دروس المشايخ الثقات المعتمدين. جزاك الله خير أستاذ خيري. الناس تدعو بإيه قبل ما تنام بقى؟ آمين. الكلمة الأخيرة، قال صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وأبشروا أهل مصر جميعا بأمان وكفاية ولطف، ادخلوا مصر إن شاء الله تعالى آمنين. والذي نتوجه إلى الله تعالى به في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة: اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تحفظ مصر بحفظك الجميل، وأن تنشر فيها الأمن والأمان والهدى والرضوان، وأن تجمع أهلها على كلمة سواء، وأن تنزع من قلوبهم الغل والحسد والشحناء والبغضاء، وأن تصرف الفتن عنا وعنهم، وأن تحفظهم بحفظك الجميل، وأن تريهم موعودك الجليل الذي كفلته وحفظته لهم بأن تحفظهم وأن تؤمنهم وأن تنشر لهم الخير والرخاء وأن تسدد في الخير مسعاهم وأن تصرف عنهم من أراد بهم سوءا ومكرا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا ما نظرت إليهم سكن غضبك في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا بشكر حضرتكم جدا، بشكرك فضلت الحبيب، بشكر حضرتك جدا دكتور أسامة، نورتنا، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر. نتيجة سؤالنا حقوله لكم بكرة. تصبحوا على خير.